بدينا نشتغل في مثال بنحسب اخذنا n تساوي 5 كان عندي 0 1 2 3 4 5 والانترنس كان كله على 0 هذا كان انترنس فلور equal floor populations فعندي هون 0.2 0.2 0.2 0.2 يعني UI على U بتساوي 0.2 لكل الحالات هذول واخذنا فيه بتساوي 6 كان عندي 6 passengers استعملنا الفورمولز اللي حطيتهم المرة الماضية راح اعمل هون عندي 0 1 2 او خلينا نكبرها عشان الارقام كان هذا الكولوم راح يكون عندي هون 0 0 الدايجونال 0 كمان حطينا هذول راح يكون 0 والباقي هلا هون بدنا نحسب الشباب اللي بيحكوا ورا اذا سمحت رامي الابراهيمي مش انت رامي الابراهيمي حط هون هلا عبيت انا حسب الفورمولاز بالضبط اللي احنا اشتغلناه حطيتهم هون فعندي هذه هون ل 4 ديجيتس او 4 significant 0.7379 0.2155 تذكر انه هذول مقسومين على واحد اول سطر مقسوم على واحد لانه احتمال اني اكون في الطابق الاول او في مقسومين في الطابق الارضي واحد فقسمنا هذول كل البروبرتيز على واحد عندي هون 0.4426 0.0040 اذا عندي هلا هاي شو معناها لو طلعنا على هاي اذا انا كنت في الطابق الارضي او اذا كنت في الطابق زيرو احتمال اني اروح على زيرو زيرو احتمال اروح على الاول 0.73 احتمال اروح على الثاني مباشره من الارض الى الثاني 21% احتمال اروح من الارض على الثالث احتمال اروح من الارض على الرابع احتمال اروح من الارض على الخامس هلا الفورمولاز الثانيه السيلز الثانيه بتنحسب بنفس الطريقه بس بقسمها على احتمال يصير في عندي ستوب على واحد احتمال يصير في ستوب على اثنين على ثلاثه على اربعه على خمسه القيم تبعتها 0.0385 0.0040 هاي كمان شو معناها؟ معناها إذا أنا كنت الآن على الأول احتمال أروح على الأول 0 احتمال أروح من الأول على الثاني 0.52 احتمال أروح من الأول على الثالث بدون ما أوقف على الثاني 0.1729 احتمال أروح مباشرة من الأول على الرابع بدون ما أوقف على الثاني والثالث 3.8% وفي احتمال 4% اني اروح مباشره من الاول على الخامس بدون ما اوقف على الثاني او الثالث او الرابع. طبعا عندي هاي بتطلع كيف ممكن احسبها؟ في طريقتين يا باخذ واحد ناقص هدول يا بحسبها على الفورمولا الفورمولا اللي هي اتش ايش احتمال انه الهايست ريفرسال فلور يكون واحد؟ شو بتتوقع احتمال انه الهايست ريفرسال فلور يكون واحد؟ كنت على واحد قليل مش هيك؟ فبيطلع عندي هون بالحاله هاي 0.2 بس حد يتاكد احسن ما يكون في خلط في الحسابات مضبوط حسبتيها طيب بعدين عندي ناخذ هلا نفس الشيء نروح على الثاني شو احتمال اذا انا كنت في الثاني نروح على الثاني زيرو شو احتمال اروح من الثاني على الثالث 0.5224 0.1729 0.0385 هلا ما تحاول تستنتج من هاي انه هاي دائما بتساوي هاي، هذه الحالة خاصة. خاصة لأنه عملنا هدول ايكول مش شرط انها تكون صحيحة يعني بدك تحسبهم. هلا هون طلع بالصدفة طلعت هدول مساوية لهدول لأنهم ماخذين عمارة خاصة.
دول طلعوا كلهم متساويين من هاي الدار هذا كله متساوي ده مش ال... هذا كله متساوي نعم مش كله هو رقم مش هذا متساوي بس ما سمناهوش لا هاي بس عشان ما سمناهاش هي هاي تطلع نفس هاي بس هاي سمناها رقم هاي سمناها رقم هاي ما سمناها رقم بعد نفس الشيء أو إذا سمنا رقم يعني المهم هلا الشيء الرئيسي نركز عليه إنه هذول كونهم متساويين ما بقدر أستنتج منه شيء كونهم متساويين أو غير متساويين ما بقدر أستنتج منه شيء هاي حالة خاصة لهاي الوحيدين اللي إحنا متأكدين منهم لازم يكونوا زيرو هم هذول الحالة اللي بعدها point five two two four وهاي كمان point five two two four وآخر واحدة هون point one seven هناك طلعت نفس هاي عندي ال H1 0.2662 بعدين 2662 مش هيك هاي 22 هاي بس هاي 62 وعندي هون 0.3447 0.44 هاي كتبنا كده هاي شو بقدر أطلع من هاي الماتريكس الآن بقدر أطلع منها ال steady state probabilities مش هيك إذا دخلتها على الماتلاب إذا عملتها على الماتلاب بقدر أطلع منها steady state probabilities طلعت steady state probabilities هلا ممكن نخلي محمود بشير طب طلع لنا steady state properties اذا اعطيتك هاي بتعرف كيف تعمل طيب خليهم زاد كمان شوي نحط الداتا شو اذا اخذتها لهاي الماتريكس وطلعت منها steady state properties راح تعطيني شو كان وصف باي ايش كانت تعطيني باي؟ probability اني اكون في الحاله هاي مش هيك هذه one states انا في عندي خمس states ست states مش هيك السيستم هذا فيه له ست states ممكن يكون المصعد في اي لحظه من اللحظات زي طلعت عليه يكون في الزيرو او في الواحد او في الاثنين او في الثلاثه او اربعه خمسه اللي بينهم هذا ما بعتبرها ستيت مش valid state يعني عباله بنتقل من واحد لاثنين ما بعتبرها valid state اذا بعد كل transition مش عماله بصير عندي transition transition هي journey بعد كل journey راح يصير في عندي transition من state لستيت لازم يصير في transition من state لستيت ما بصيرش ارجع لنفس الستيت نفسها رح يصير في عندي transition من state لstate إذا لو طلعت steady state probabilities رح يعطوني قديش نسبة الزمن اللي بيغطيه المصعد في كل واحدة من states يعني أنا هلا لما بطلع باي رح تكون عندي 6 باي رح طلع عندك 6 باي باي 1 باي 2 باي 3 باي 4 باي 5 باي 6 كل واحدة بتعني لي كم probability إن تطلع هذيك تكون تمام طب إذا أخذت واحد على باي شو بتحكي لي؟ بتحكي لي كم transition on average بتاخذني حتى أرجع لهذا المكان يعني هذول هلا راح يطلع معي باي بتساوي باي 1 باي 2 باي 3 باي 4 باي 5 باي 6 هذول معناهم احتمال اني اقول في واحد من طول الست هذول في اي لحظه من اللحظات لو جيت اخذت ميو اللي هو 1 على باي راح تعطيني ميو 1 ميو 2 ميو 3 ميو 4 ميو 5 لا تطلعوا على ميو 1 ميو 1 بتهمني بشكل خاص ميو 1 هي ايش معناها او ميو 0 لازم احنا حطيناها يعني انتوا فاهمين انه ميو 1 هي تبعت الزيرو اذا بدنا نسميها رح نسميها هون زي ما سميناها طبعا هلا على ميو ايش معنى ميو ميو معناها هي الافرج نمبر اوف جيرنيز او الافرج نمبر اوف ستوبس اللي باخذهم حتى ارجع على نفس الحاله هاي بيهمني بشكل خاص ميو زيرو ليش ميو زيرو مهم فكروا فيها ميو زيرو هي عدد الترانزيشن او الجيرنيز اللي بتاخذني حتى ارد ارجع مره ثانيه على اذا هي مي الزمن هي شو بتطلع عندي ترانزيشنز مضبوط اذا هي اس بلس 1 هاي النتيجه S plus 1 طلعت معي مش احنا قلنا احنا عم افرج بنعمل S plus 1 stops في الراوند تريب اذا الوقت حتى اروح وارجع مره ثانيه على الطابق الارضي هي S plus 1 من جديد اذا هي اعطتني طريقه احد الطرق اني اطلع S مباشره من هاي
من الحالة هاي اللي موجودة. الاخر يوم التعيد اس هي نمبر اوف ستوبس او نمبر اوف جيرنز. ستوب مش كل جيرني في نهايتها ستوب، مش كل جيرني في نهايتها ستوب. اذا كل جيرني تتناسب مع ستوب. اذا عندك والترانزيشن ايش تعريف؟ انت تتذكروا احنا لما حكينا يا شباب اللي ورا مشغولين بشيء رجاء تخلوكم معي، اذا في عندكم شيء مشغولين فيه انا ما بزعل، اطلعوا هلا اطلعوا اعملوا، اذا بتدرسوا الكويز ذا وش اطلعوا ما في مشكله، انا صدقا بحكي ما بزعل. إذا حابين تطلعوا عندكم إشي اطلعوا، الشباب اللي ورا الأربعة اللي ورا إذا بدي عندكم إشي اطلعوا ما في مشكلة، ما بفضل إنك تطلع برا وتدرس الكويز بدل ما تقعد هون وتحكي. إذا عندي اتذكروا هاي الماتريكس، إحنا إيش حكينا هاي الماتريكس؟ حكينا هذه الماتريكس مبنية على أساس ترانزيشنز عمالها بتصير من ستيت لستيت، مش هيك؟ من ستيت أول ستيت إذا في عندي ترانزيشن، الترانزيشن هذا ممكن يكون إيش؟ ممكن يكون دايز، ممكن يكون سكندز، ممكن يكون مينتس. في هاي الحالة الترانزيشنز إيش؟ جيرف. بس الجيرني تتناسب مع ستوب، فمن هون اجت عندي انه الجيرني هي نفس ستوب. اذا هلا بدنا نستخدم هاي، بدنا نستخدم هاي المعادله الموجوده هون او الماتريكس اللي موجوده هون، رح نعمل شيء اسمه مونتي كارلو ماركوف تشين. في واحد في احد العلماء قال انه المونتي كارلو ماركوف تشين من اهم الاكتشافات اللي اكتشفوها في القرن العشرين. شو المونتي كارلو ماركوف تشين؟ المونتي كارلو ماركوف تشين باجي عند كل نقطه ببدا السيستم ببداها في ستيت معينه. خليني ارسمها هون، رح اشيل هذا اللي كتبته هون. هاي النقطة المهمة اللي كانت عندي من هون الاس بلس 1 بتساوي. إذا ضل معنا في مجموعة فيديو رح برجيكم إياها على تطبيقات المونتي كارلو ماركوف تشين في العلم بشكل عام في الاكتشافات. فكرة المونتي كارلو ماركوف تشين أنا عندي السيستم في عدد من الستيتس، في الحالة هاي عندي ست ستيتس. يا بكون في زيرو يا واحد يا اثنين يا ثلاثة أربعة خمسة. وفي كل حاله من حالات كان ينتقل من واحد للستيتس، هذول احنا عارفين انه كلهم زيرو مضبوط؟ هاي زيرو زيرو زيرو. هلا السيستم عاده وين راح يبدا؟ ايش الانيشال ستيت اللي احنا متوقع دائما يبدا فيها؟ راح يبدا في زيرو زيرو يعني في واحد زيرو 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 زيرو، مش هيك؟ مش متذكرين كنا نحكي عن اي زي اي نوت؟ هاي الانيشال ستيت عاده راح تكون. شو معناها هاي؟ معناها انه اول ستيت يكون عندي الانيشال ستيت وين بكون المسار؟ بالضبط، مش هيك؟ هي 0 1 2 3 4 5. وانا الان بامكاني احسب الترانزيشن بروبابيلتيز الاكسبكتد، مش هيك؟ مش بقدر احسب اي 1 واي 2 واي 3 مش هيك؟ هلا رح نعمل سيميوليشن زي ما عملنا بالمونتي كارلو سيميوليشن، رح نعمل سيميوليشن بس السيميوليشن هاي مختلفه شوي عن المونتي كارلو سيميوليشن. المونتي كارلو ماركوف تشين بصير ينتقل من ستيت لستيت، وانتقاله من ستيت لستيت بيعتمد على الترانزيشن بروبابيلتيز اللي هو فيها، فهو لما يكون بزيرو مين الترانزيشن بروبابيلتيز؟ وين اللي بيهمني؟ هذا الشيء، مش لما هو بزيرو هي احتمالات انه ينتقل هون او هون او هون او هون او هون، مش هيك؟ واحتمال ضعيف جدا يروح على خمسه مباشره بدون ما يكون مضبوط، يروح من زيرو لخمسه مباشره، قديش احتمالها؟ واحد بالعشرة آلاف. في احتمال كبير انه يروح من زيرو لواحد 73%. فانا اللي راح اعمله السيميليشن راح تصير هيك الخطوات تبعتها. اول شيء راح اجي اشوف اول هو بالزيرو، ما دام هو بالزيرو اي واحدة من هذول راح اشتغل؟ راح اشتغل على هاي. راح اجي هلا ارمي زهر، حد يعطينا هلا راندوم نمبر. لا لا راندوم نمبر من صفر لواحد. بدنا ناخذ رقم من صفر لواحد، بدنا نحول هذا البي دي اف لسي دي اف، متذكرين القاعدة العامة كيف بعمل راندوم سامبلينج؟ باخذ البي دي اف، بحول البي دي اف من بي دي اف لسي دي اف، ايوه الرقم، ايش الرقم اللي اعطيتنا اياه؟ 0.85. هاي ابراهيم اعطانا، ابراهيم الصادق اعطانا 0.85، خلينا نشوف ال 0.85 لو حولت هاي البي دي اف لسي دي اف وين راح تطلع ال 0.85؟ بين هاي، هلا هاي راح تصير 0.9 مضبوط؟ اذا كانت لو انها كانت من 0 ل 0.73 كان راح يروح على 1، وين راح يروح هلا بسبب الرقم اللي انت اعطيتنا اياه؟ اذا راح ينتقل الان اول انتقال له راح يكون راح يروح من 0 ل 2. هلا انا صرت في 2 هلا. إذا جيفن اثنين صار مش هيك؟ إذا أنا وين راح أنتقل هلا من اثنين؟ وين ممكن أروح؟ ممكن أروح من اثنين على ثلاثة وأربعة وخمسة أو صفر، مش هيك؟ وهذا مبين لي هون بالمعادلة اللي هي أنا الآن في اثنين. في احتمال أروح هون أو هون أو هون أو أرجع على زيرو، مش هيك؟ نفس الشيء بدي أحول هاي البي دي إف بدي أحولها ل سي دي إف، بحولها سي دي إف وباخذ رقم، أعطينا راندوم نمبر كمان مرة. بوينت. هلا اذا فرضنا انه هاي اول وحده لو حولنا البي دي اف بحيث انه هاي اول وحده هاي الثانيه هاي الثالثه وهاي الاخيره البوينت 2 وين راح تقع؟ مش هيك؟ اذا راح يروح من الثاني على الثالث.
هلا صرنا بالثالث. اي رو بنستعمل؟ هذا الرو. شو احتمالاتي وانا بالثالث؟ وين ممكن اروح؟ الرابع او الخامس او على الزيرو. هذول مجموعهم واحد. اذا بقدر احول هذا البي دي اف للسي دي اف، حافترض انه هذا اول واحد وهذا الثاني وهذاك الثالث. اعطينا كمان رقم. نعم. يعني هو زي ما بدك، اعتبره زي ما بدك. بتحب انك تحط هذا اول واحد وبعدين هذا وبعدين هذا، ما دامك عارف شو اللي بتشتغله ما فيش مشكله. بس انا لما ارسمه راح ارسم البي دي اف، هذا اول واحد، هذا الثاني وهذا الثالث. بصير تعمله زي ما بدك. هلا راح نرسم بي دي اف، راح نحول بي دي اف ونرسمه هلا. بس انا بدي اعطيكم بس جيرني كامل، راوند تريب كامل. اعطينا كمان رقم ابراهيم او ريان. 0.506 معناها وين بيجا؟ اذا 0.506 راح يروح على هلا. وانا في اربعه وضل عندي خيارين بس. بالاربعه خيارين في 52% احتمال اني اروح على خمسه، وفي 47 بخيار اني ارجع على زيرو. كمان رقم 0.7 اذا راح ارجع مباشره، لانه يعني 0.7 اكبر من 0.5 احنا رسمناها بهي الطريقه، اذا راح ارجع من اربعه على هي. صار عندي راوند تريب، بقدر احسب الزمن تبعها. بتعرفوا تحسبوا الزمن تبعها؟ كيف بدي احسب الزمن تبعها؟ كم ستوب اول شيء؟ يعني في ستوب هون 2 3 4، اذا عندي 4 ستوب، مش هيك؟ المسافة اللي راح اطلعها راح امشي اول شيء مسافة من هون لهون، راح اعمل الجيرني من هون لهون. هلا بنحسب الزمن تبعها، راح نحسبه بالتفصيل، ناخذ المسافة وبعدين راح احسب الزمن بالتفصيل حتى يفتح الباب من هون. هلا هون الباسنجرز انا بعرفش مين راح وين، قد مين راحوا، بالنهاية كم باسنجر راح يدخل عندي وكم باسنجر راح يطلع؟ ستة. فدخول الستة وخروجه بقدر احسبه لحالي، مش هيك؟ انا كل اللي بعرفه الان انه انا ببدا من زيرو. اذا الباب مسكر، اذا الباب فاتح بسكر الباب، بعمل الترانزيشن هاي بفتح الباب برد بسكر، بعمل الترانزيشن هاي بفتح الباب برد بسكر، بعمل الترانزيشن هاي بفتح الباب برد بسكر، وبعدين برجع هون بفتح الباب، مش هيك؟ خروج الباسنجرز ودخوله كيف بعد بحسبه؟ بحسبه. خلينا نكتب المعادله بقى. اذا هاي الجيرني، طبعا هاي الجيرني واحده من جيرنيز كثيره رح نعملها. اذا الراوند تريب هاي، الراوند تريب هاي بالذات راح تكلفني كالتالي، وراح احط عليها واحد. ليش حطيتها تاون؟ بالتكريم تاون اللي حسبتوها في الامتحان اول واحدة. هاي كانها اول سيناريو لسه، عندنا سيناريوز كثير. اول سيناريو هذا في عندي الزمن تبع الباسنجرز راح احسبه بالاخر، اللي هو 6 باسنجرز في 1.2 زائد 1.2، مش هيك؟ زائد عندي كم جيرني راح اعمل؟ راح اعمل تايم حتى انتقل من 0 ل 2، تايم حتى انتقل من 2 ل 3، تايم حتى انتقل من 3 ل 4، وتايم حتى انتقل من 4 ل 0. اذا هذول راح يكونوا تايم من 0 ل 2 مش هيك؟ زائد التايم من 2 ل 3 زائد 3 ل 4 وبعدين من 4 ل 0. نعم؟ مش نفس الاقتراب انا بحط بشكل عام. هلا نرجع نشوف، نرجع نشوف اخر شيء شو ضل عندي؟ ال 4 على 0 هي رجعت هون 4 على 0. شو ضل عندي هلا؟ فتح الباب وتسكيره، مش هيك؟ عندي 1 2 3 4، اذا عندي زائد 4 في تي دي او زائد تي دي اس. هي حسبنا راوند، مش هيك؟ هلا المفروض النظريه بتقول انه هاي الطريقه اسرع من مونتي كارلو. الكونفرجنس تبعها مش اخذته بالنيوميريكال الكونفرجنس؟ ايش الكونفرجنس؟ السرعه اللي بقى تاخذني حتى اوصل للجواب السريع. ايه بفضل؟ مش بفضل اللي بيعمل لي كونفرجنس سريع؟ هاي المفروض تكون الكونفرجنس تبعها اسرع من هاي. فالثمن اللي دفعناه انه قعدنا عملنا بالماتريكس هاي بالاول، بس هاي الكونفرجنس اسرع من الكونفرجنس تبع المونتي كارلو سيميليشن. هذا رح يعملوا الطالبات في المشروع ويفرجونا انه فعلا الكونفرجنس اسرع. اذا الكونفرجنس اسرع، انا بامكاني اخلص هذول الاشياء في البدايه، مش الغرزة الثابته بخلص هاي الماتريكس في البدايه. لازم هلا نشوف نحسب، خلينا نحسب هاي الجيرني الزمن الفعلي تبعها. حطينا ارتفاع طوابع احنا لما اخذنا المثال، خلينا ناخذ هون دي اف تساوي 4.5 متر، ناخذ في تساوي 1.6 متر بير سكند، اي بتساوي 1 وجي بتساوي 1 متر بير سكند كيوب متر بير سكند سكوير. رح ناخذ تي بي ان وتي بي اوت بتساوي 1.2 سكند، وتي دي او تي دي سي رح ناخذهم 2 سكند و3 سكند. طيب وش في ديلي للموتور ديلي؟ ستار ديلي انا ما حكيتش عنه بالفصل هذا، مضبوط فيه. وين هذا؟ ايش سببه؟
بعد ما يسكر الباب تماما المحرك بيبدا يعمل الدرايف بيبدا يعمل تورك في المحرك هذا باخذ حوالي نص ثانيه تقريبا وفي ناس بيضيفوه كذلك بس انا هون يعني بهمل نعتبر لازم اذا خلينا نعود هلا هذول قديش راح ياخذني هلا انتقل من 0 ل 2 كم متر بدي اقطع 9 متر اذا تي 0 2 بتساوي ايش القانون اللي بستعمله ما دام التوب سبيد اتينت في الحاله هاي بنلف على بي مين الوحيد اللي فحص انه التوب سبيد اتينت في الامتحان يمكن طالبه واحده او طالب بس فحصها انا ما خصمت عليه علامات اعطيت الكل بس اعطيتها بونس بوينت 1 بونس بوينت بعرف شو في حد فحص انه كان متذكر القانون وفحص التوب سبيد اتينت اذا 9 على 1.6 مش هيك زائد 1.6 على 1 زائد 1 على 1 اللي هو القانون ايش هذا القانون دي على دي زائد دي على ايه زائد ايه على جي اذا كانت التوب سبيد اتير ان 1 فلو جي حد يحسب لنا هذول قديش بيطلعوا تي 2 3 ما دام ارتفاع الطوارئ وتساوي هذا رح يساوي قديش 8.25 2 3 رح تساوي 3 4 ليش بتساويها بالحاله هاي ارتفاع الطوارئ متساوي اذا 2 بس لو كان مش متساوي بامكان الحل يعني في الامتحان الفاينل ممكن يجيك سؤال مونتي كارلو سيميليشن او ماركوف تشين هلا مش شرط يكون الفلور هايتس ايكوال مضبوط اذا مش ايكوال شو بدك تعمل؟ بدك تنتبه هذا الطابع اي طابع فوقتها 2 3 ما بيساوي 3 4 حتى خلينا نفصل بلاش اذا عندي هذا المسافه هاي 4 متر ونص 4 متر ونص على 1.6 زائد 1.6 على 1.6 زائد 1 على 1 وهذا راح يكون نفسه راح يطلع 2 3 هو نفسه 3 4 5.416 2 واخر شيء عندي راح يكون من 4 ل 0 قديش المسافه من 4 ل 0 اذا ما تلخبط حالك احسبها 4 ل 3 3 ل 2 2 ل 1 1 ل 0 اذا عندي 4 في قديش 4 في 4 ونص 18 متر اذا تي 4 0 بتساوي 18 متر على 1.6 زائد 1.6 على 1 زائد 1 على 1 13.85 13.85 اجمع لي والله ابراهيم هاي زائد 2 مضروبه في هاي زائد هاي 32.9 بالعشرة سكند زائد هلا عندي أربعة ستوبس، كل ستوب شو عملت فيه؟ 2.4 فتحت الباب وسكرته، طب والفترة اللي بينهم الباسنجرز بيدخلوا وبيطلعوا؟ هاي موجودة بس إذا هاي عندي 3 زائد 2 5 في 4 20 زائد عندي 2.4 في 6 104 14.4 بالعشرة 67 وكذا طيب 67 و3 بالعشرة هلا إذا بعيد العملية هاي مرة ثانية بيطلع معي جيرن جديدة بدي افرجيهم هلا كيف بنحول بتعرفوا كيف نحول البي دي اف لسي دي اف ليش بنحول بي دي اف لسي دي اف البي دي اف هو بفرجيني شو احتمال انه كل واحد هذول ياخذ الفاريبل هذا السي دي اف كيف انضفت؟ لا لسه بي دي اف التحويل بي دي اف لسي دي اف كيف بحول بي دي اف لسي دي اف ايش بعمل؟ بنعمل انتجريشن يعني اذا بنكون دقيقتين عم نعمل انتجريشن اذا بدي احول بي دي اف لسي دي اف بدي اعمل انتجريشن خلينا ناخذ واحد من الكولومز ناخذ اول واحد هون شوف كيف بنحوله من بي دي اف لسي دي اف. تذكروا البي دي اف ديسكريت بي دي اف في عندي فاريبلز هلا انا اصلا في زيرو فالبي دي اف راح يكون اني اروح واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه اذا بحط هون واحد هي اثنين ثلاثه اربعه خمسه اذا بدك تحط الزيرو وتحط له زيرو بروبابيلتي بيصير كل واحد من هذول راح يطلع لها بي دي اف وسي دي اف كل رو من هذول راح يطلع لها بي دي اف وسي دي اف اذا ناخذ هلا هذا عندي 0.739.215 فتقريبا اذا رسمناهم هون رسمهم 0.7.2.04 هذول بيصيروا لما بحول لسي دي اف طبعا حنروح احنا بالارقام هيك حولها للسي دي اف ومتذكرين لما بعمل سامبلينج هلا ايش بصير اخذ؟
0 ل 1 باخذ راندوم نمبر من 0 ل 1 وبعدين ايش بعمل بالراندوم نمبر؟ باخذ من هون وبنزل على الفاليو وهذا هون عند الزيرو. لاحظوا الزيرو ما عمره رح يطلع زيرو، ليش؟ فيش درجه، الدرجه ارتفاعها زيرو، فما فيش اي رقم رح يجي من هون رح يضرب في الدرجه. وعندي بعدين هون 1 2 3 4 5، فلو اخذنا راندوم نمبر افرض راندوم نمبر طلع هون رح ينزل معي راندوم نمبر هون رح ينزل على 1 3. نحسب الارقام حساب، رح يكون عندي اذا كان الرقم اف راندوم، هلا اذا كان بين 0 وال 0.7 اذا هون وين بروح؟ الاول واذا كان الرقم ما بين 0.7379. لاحظوا انا حطيت الايكوال، حط الايكوال على اي صانع جهه بدك اياها، ممكن تحط الايكوال على هاي الجهه او هاي الجهه، بس المهم تكون كونسيستنت بحيث انه الرقم لو طلعنا بالضبط يساوي هذا الرقم تعرف هاي الجهه تاخذ. ايش معنا يا ابراهيم 0.9534 اوكي اللي بعده 0.9534 بدي اجمع لها 0.0426 ليش بتطلع 0.996 وبعدين بجمع لها. هلا المشكله احنا هون كانه عملنا لان الاربعه هاي اذا جمعتها رح يطلع معي واحد مش هيك، فالمفروض يكون في دقه في الحسابات او في غلط في الارقام اللي هون بحيث المفروض المجموع يطلع واحد 0.996. طيب هلا هون عندي اكثر من 0.996 ممكن تخلي هذيك او واحد بدها تعديل مش هيك؟ خليني انزل واحد من هاي، لو طرحت واحد ناقص هذا الرقم بصير عندي 9999 اربع تسعات مش هيك؟ اذا حولنا احنا البي دي اف لسي دي اف، كيف حولنا البي دي اف لسي دي اف؟ ايش الخطوات اللي مشينا فيها؟ اخذنا البي دي اف وعملنا له انتجريشن. كيف عملت له انتجريشن؟ اول رقم كان هو الزيرو نفسه، فالزيرو اصلا انا احملته هون مش رح يعطيني شيء. اول واحد رح يعطيني هون، اذا كان الرقم ما بين 0.739 طلع واحد. جمعت بعدين 0.739 مع هذا الرقم لاني عم بعمل انتجريشن، صار عندي بين الرقمين هذول الرقم هاد والرقم هاد زائد الرقم اللي موجود هون. صار هذا الرقم مضاف لهذا الرقم القيمه اللي موجوده هون. بعدين ردينا ضفنا كمان رقم اللي هو الرقم اللي موجود 0.0426. فضلنا نجمع ارقام، صار لازم يطلع ما بين 0 و1. الرقم الراندوم اللي بطلعه لازم يطلع ما بين 0 و1، حسب وين بيطلع ما بين 0 و1 بعطيه الوكيشن لواحد من الفلور كله. ناخذ الخط الثاني، هلا لو الخط الثاني يجينا او السطر الثاني يجينا حولناه لبي دي اف وسي دي اف. ناخذ اول شيء بي دي اف. رح ناخذ خط خط يعني. نعم؟ ناخذ خط خط. خط خط بدك تقول خط تحوله لبي دي اف. هلا بالامتحان اسهل ايش بالامتحان اللي تعمله تصير تعمل تيبل تيبل، يعني اول من البدايه قبل ما تعمل اي شيء اذا بدك خذ هاي التيبل وحولها هذا الماتريكس وحوله لاربع تيبلز، يعني اذا بدك تعمله زي التيبل كيف التيبل هاي؟ هاي تبعت الزيرو اذا كانت كرنت فلور كان زيرو، هلا بتعمل كمان واحده اذا كانت كرنت فلور واحد وبتصير اسهل لانك لما تروح على واحد ايش الاوبشنز اللي عندك؟ 2 3 4 5 او 0 مش هيك؟ لما بنتقل بعدها بصير عندي الاوبشنز اسهل لانه هون في شيء غير 1 2 3 4، بعدين هون بضل عندي بس اوبشنز 3، فالتيبل رح تصغر كل ما عملت كل ما مشيت اكثر رح تصغر التيبل معك. هلا بالحاله هذا يكون عندي نفس الشيء الراندوم اكبر من او يساوي اكبر من او يساوي. هلا اذا بدك تبدا من هون اذا بدك تبدا من هون وتكمل بصير، اذا بدك تبدا من هون وتكمل وبعدين ترجع لهون بصير، يعني اذا بدك تعمل التيبل بحيث انها تكون 2 3 4 5 0 بس نبدا اذا بدي ابدا من 2 هون لازم ابدا من القيمه هاي اللي موجوده هون، فبتكون هاي القيمه 0.5224 وهاي بتصير 0.5224. بجمع 0.5224 زائد 0.1729 قديش بتطلع؟ 0.6953
5.6 بعدين عندي راندوم هون .6953 زائد 0.733 أو إذا بدك إذا بدكش تعمل التيبلز هذول بإمكانك بالنظر تقدر وين الرقم الراندوم بيطلع معك هاي طريقة بس بدك تنتبه بلاش تعمل أخطاء يعني إذا بدك ما تعمل التيبلز هذول بإمكانك تقول هلا هو زي ما إحنا كنا نعمل قبل شوي على أي طابق هو كان موجود وتقدر الراندوم نمبر طلع معك بين زيرو لهذا الرقم ولا من هذا الرقم لهذا زائد هذا بالنظر يعني ممكن بالنظر أو تعملها بالتيبل بالطريقة الصحيحة إذا بعد 7338 إيش بيجي؟ 7378 لو بعمل التيبل تبعت 2 التيبل تبعت 2 وين حستعمل؟ حستعمل هذا الخط اللي هون والخط هذا راح أبدأ 3 4 5 0 راح يكون فيها أربعة قيم بس يكون هكذا أو بدك تستعملها بالنظر بدك تستعملها بالنظر من هون طبعا كمان بطلع الجدول هذا شو موجود اللي عملناها اللي عملناها قبل شوي مش عملنا قبل شوي عملنا جيرني هلا خلينا نعمل جيرني هلا مرة ثانية خلينا نرد نعمل كمان جيرني مرة ثانية فحبدا الآن من زيرو من ستيت زيرو بدي انتقل على ستيت الجديدة من ستيت زيرو وين بقدر أروح؟ أعطينا رقم راندوم نمبر 0.052 هلا وين لازم أروح من 0.052 بروح على التيبل هاي 0.052 وين جاي؟ جاي هون إذا بروح على إذا بروح من ستيت طالع على الأول وأنا بالأول وين صار عندي السي دي إف والبي دي إف هاي هو نفسه هذا الموجود راندوم نمبر 0.316 إذا راح أروح على الثاني إذا بروح من الأول على الثاني هلا وأنا بالتالي أي واحدة بدي أستعمل بستعمل هاي هاي بقول يا بروح على 3 4 5 أو برجع على زيرو أعطينا راندوم نمبر 0.075 معناها أصغر من هذا الرقم إذا بروح على الثالث وأنا بالتالي بستعمل أنا هذا الخط من هون يا بروح على الرابع الخامس او برجع على الزيرو اعطينا راندوم نمبر 0.919 هلا هاي 0.5 و0.17 اذا لازم ارجع انا اختصرتها بالنظر اذا انت ما بدك تختصرها بدك تعمل التيبلز هذول اذا 0.9 راح ارجع على اذا هاي صار عندي كمان جيرني هلا تاو 2 شو بتساوي؟ تاو 2 بدها ترجع نفس الطريقه الان في عندي جيرني من 0 ل 1 زائد جيرني من 1 ل 2 زائد 2 ل 3 زائد 3 ل 0 كم ستوب عندي؟ 1 2 3 4 اذا 4 في 2 زائد 3 زائد الباسنجرز بضلوا نفسهم ما بتغيروا فضل عندي 6 في 1.2 زائد 1.2 الزمن هذول حتى احسبهم 0 1 نفس الحسابات اللي حسبناها هناك قديش كان عندي طابق واحد 5.126 كانت ممكن لانه ليش هاي راحت من 3 ل 0 لانه كل الست باسنجرز اللي اختاروا يا واحد يا اثنين يا ثلاثه مش انا هون وصلت اخر باسنجر هون لازم يكون على الاقل واحد باسنجر راح ثلاثه ولا واحد طالب 4 و5 الهايست ريفرسال فلور 3 بالضبط اتش بالحاله هاي كانه 3 يعني الست باسنجرز يمكن راحوا 2 2 2 او راحوا 4 1 1 او راحوا 1 1 4 او راحوا 1 4 1 بكل الكومبينيشن بس على الاقل كان في واحد رايح على 3 ولا واحد رايح على 4 و5 وفي واحد رايح على 2 و1 رايح على 1 فعشان هيك رجع والا لو انه ما بيقدر يرجع كان هذا بكون كله زيرو بكون مظبوط هاي شو بتقول لي؟ بتقول لي لما هو على الاول احتمال انه يكون هذا الهايست ريفرسال فلور 0.2622 لما هو على الثاني احتمال يكون هذا الهايست ريفرسال 4.6 اذا في احتمال انه اي طابق من الطوابق لما بوصل له اني ارجع منه هيها يعني هاي بتقول لي انه انا لو وصلت الثالث
وانا على الثالث. يا شباب اللي بيضحكوا ورا عيب اذا سمحت، انت اللي بتضحك هناك طول الوقت بتضحك بدايه الهاي، يعني انا بتألم بتضايق، يعني انا بتضايق عم بحكي لك، انا ما بحب اضل اشوفك بتضحك اذا سمحت، فتركز معي، خلي الضحك تضحك بعدين بقى. انت وعمرنا بدناك. انا هون عندي 30% احتمال بالثالث ارجع على زيرو، حكيت لكم اكثر مره، بحكي لكم مره بتضحكوا منه وبترجعوا مره ثانيه، وانا ما بحب ازعل حد ولا بحب اصرخ، خلص بحب اضل هادي ما ازعل الطالب، ما بعتبر الطالب زي ابني، بس انتم يعني مرات هيك في عندكم استهتار. يعني في دكاتره ثانيين بيمسكك وبرميك برا المحاضره، صح ولا لا؟ عندي احتمال 30% لما بوصل الطابق الثالث اني ارجع من الثالث على الارض، لانه خلص خلصت. وفي احتمال بس ما فيش هون 100% لازم ارجع، ما ضلش حد يروح اي مكان ثاني، اذا في احتمالات اتش هون، ولذلك احنا قلنا هاي معادله تبعت اذا بتحسبها كمعادله probability انه اتش بتساوي 1 given انه انا على 1. لاحظوا هذول كلهم بيقولوا given انه انا في الوضع هذا، انا given يعني هذا السطر بيقول انه given. في شغلات حلوه هلا من هون، هاي شغله S plus 1 بتساوي ميو نوت، وفي اشياء ثانيه، هلا ممكن هاي يتطور السيستم هذا يصير احسب منه الراوند تريب تايم. احسب الراوند تريب تايم بدون ما اعمل ماركوف مونتي كارلو، احنا هون طالعين بيت مش مونتي كارلو والماركوف تشين. مونتي كارلو ماركوف تشين بعتبروها زي ما حكيت لكم من هاي، في عندي بعض فيديوز اذا حبيتكم نتفرج على بعض فيديوز عن مونتي كارلو ماركوف تشين، هيك احنا خلصنا المونتي كارلو ماركوف تشين. هلا ركزوا معي، رح يجي سؤال بالامتحان احتمال كبير لازم يجي، لانه اجى الحساب بالميد رح يجي بالفاينل سؤال زي هيك. يا بقول لك احسب اياه على مونتي كارلو، يا بحسب لك اياه مونتي كارلو ماركوف تشين. واضحه العمليه هون اللي عملناها؟ هلا اذا ما رحت حليت هذا السؤال انت بنفسك ما رح تعرف تحل الامتحان، يعني انا واضح وانا بصلح بتطلع، واضح انه في طالب يعني عنده فكره عن الموضوع. يعني متطلع على المعادله، متطلع على هاي، بيعرف يحسب بي، بيعرف يحسب لامدا، بس هو ما قعد وحسب اتش. فلما اجى يحسب اتش على المعادله اتلخبط لانه وجد يا يعني اما حسب الاشياء الغلط او وجد. هلا انا اللي حاطط لكم اياه على الموقع، اذا بتطلعوا على التصليح الموقع حطيت لكم تيبل. اذا التيبل هاي مثلا ممكن تيبل اذا اجى سؤال امتحان بحط لك التيبل هاي حتى تساعدك، التيبل هاي بتحط فيها البوبيليشنز وبتحسب الهاي بتطلع اسهل بكثير انك تحسب اتش منها، يعني اللي بدي احكي لكم اياه اذا ما انت قعدت وحليت بنفسك ما راح تعرف تحل بالامتحان الفاينل. هي انا عارف فيكم ناس متنكد هلا من علامته هاي، هي الدرس اللي بدك تعلمه. يعني هذا السؤال سكر الكتاب، سكر النوتس، حط النوتس على جنب، حله من البدايه، اي من فيرست برنسبلز حله، اذا حليته ولا يمكن تنساه. إذا ما حليته وطلعت على هاي وطلعت على الأفكار الموجودة هون ما راح تقدر تدبر حالك بالامتحان. في أسئلة على المونتي كارلو ماركوف تشين؟